السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي ملفات إريتريا. ملف اليوم سيكون عن الدكتور محمد عثمان أبو بكر، من ثورة السلاح إلى ثورة القلم. انتقل إلى رحمة الله هذا الأسبوع الأستاذ محمد عثمان أبو بكر، أحد قادة الثورة الإريترية واحد أبرز المؤلفين الإريتريين الذين تركوا أثرا ملموسا في المكتبة الإريترية، حيث وري الثرى الفقيد بمدينة لندن بعيدا عن أهله ووطنه الذي وهبه شبابه ونضاله. نسأل الله له الرحمة والمغفرة. في ملف اليوم مشاهدينا الكرام، في النصف الأول سنسلط الضوء على مؤلفات الراحل، وفي النصف الثاني نفتح الباب لأصدقائه ومحبيه لتسليط الضوء على جوانب من حياته. ضيفنا في النصف الأول الدكتور عمر زرعي، أهلا بكم وأهلا بكل مشاركاتكم في هذه الحلقة الخاصة لفقيدنا الدكتور محمد عثمان أبو بكر. وبالتالي سوف ننتقل إلى مشاهدة هذا التقرير، ومن ثم نعود إلى ملفات إريتريا. الكاتب الإريتري محمد عثمان أبو بكر في ذمة الله، بعد رحلة طويلة من النضال الوطني ضد الاستعمار ثم ضد الدكتاتورية في وطنه إريتريا، ولد أبو بكر عام 1941 في ضاحية حرقيقو على شاطئ البحر الأحمر، حفظ بها القرآن وتلقى فيها تعليمه الأول، ثم شد الرحال إلى القاهرة لإكمال تعليمه، إلا أنه كان على موعد مع الثوار هناك في القاهرة مطلع ستينات القرن الماضي، فانخرط في النشاط الطلابي الإريتري الذي كان محرك الثورة ووقودها. تخرج أبو بكر من كلية التاريخ جامعة القاهرة مطلع السبعينات، وعين ممثلا للثورة في دول الخليج العربي، وفتح للثورة أبوابا عديدة مكنت الثورة من جمع المساعدات لتسريع عجلة الثورة حتى تم تحرير إريتريا من المحتل الإثيوبي. وعاد بعد التحرير إلى إريتريا للمساهمة في إعادة التعمير، إلا أنه تعرض للمضايقات من نظام الجبهة الشعبية، فعاد إلى منفاه لخوض نضال التحول الديمقراطي بعيدا عن قبضة النظام الحديدية. ساهم الدكتور محمد عثمان أبو بكر في رفض المكتبة العربية الإريترية بمجموعة من البحوث والكتب، أهمها كتاب تاريخ إريتريا المعاصر أرضا وشعبا، وكتاب قضية الديمقراطية والتعددية السياسية في إريتريا. وهكذا تودع إريتريا في كل يوم واحدا من مناضليها ومثقفيها، لكنهم يودعون أوطانهم في المنفى. وطنهم الذي وهبوه زهرة شبابهم لم يجدوا فيه قبرا ليدفنوا فيه. رحم الله الفقيد دكتور محمد عثمان أبو بكر، من ثورة السلاح إلى ثورة القلم. نحييكم مشاهدينا الكرام بعد مشاهدة هذا التقرير، ونحيي أيضا معنا الدكتور عمر زرقاي في الاستديو. نحييك دكتور عمر، أهلا وسهلا بك. اليوم نسلط الضوء على شخصية تعتبر مؤرخة، أعمالها تتسم بالعلمية والموضوعية والمعرفة بالتاريخ والإنسان والأرض الإريتري. يعني قضى أكثر من نصف عمره في النضال، وأيضا في كتابة تاريخ إريتريا. نبدأ بأهم كتاب للراحل، كتاب أرض إريتريا أرضا وشعبا. إلى تعطينا نبدأ عن هذا الكتاب. المغفرة والرحمة للدكتور محمد عثمان أبو بكر، والتعازي الحار لأسرة الفقيد. نعم. ولمحبيه وأصدقائه ورفاقي في الثورة وفي النضال التحول الديمقراطي. نعم. والصبر لكل رفاقه الذين ما زالوا القابدين على الجمر حتى اليوم، يعني نعم. كمناضلين من اجل التحول الديمقراطي في إريتريا. كتاب تاريخ إريتريا ارضا، تاريخ إريتريا المعاصر ارضا وشعبا، يعتبر موسوعة صغيرة. نعم. لإريتريا. نعم. بيضم
تاريخه كأرض مرت بيتناول فيه في بداية الكتاب الاحتلال التكوين الأريتريا نعم. كوطن والاستعمار المستعمرين الذين مروا عليها نعم. يتناول فيه أشياء غير موجودة في باقي الكتب إلا نادر إلا في القليل يعني نعم. مثل كتاب التركيب السكاني لأريتريا، لكن هذا الكتاب هو يعطي لكل قارئ يعرفه عن أريتريا، عن المجتمع الأريتري. ربما الكثير من الكتب هو في ندرة أصلا في الأصل يعني في الكتابة عن التاريخ الأريتري أو تاريخ أريتريا لظروف عدم الاستقرار الذي تعرضت له أريتريا من استعمار نعم. لقرن من الزمان قلة الموثقين أصلا نعم لم تتح فرصة للتوثيق نعم. للتاريخ الأريتري نعم. فكل كاتب ربما يرجع إلى كتاب تاريخ أريتريا للراحل نعم. عثمان صالح السبعي يعني يعتبر مرجع تاريخي هذا الكتاب يعني أنا في الحقيقة نعم. أشاهد الآن الكتاب معك في يلت نظرة لي على الكاميرا هذا الكتاب أريتريا أرضا وشعبا كتاب كبير هذا كتاب كبير وموسوعة فيه العديد من الأشياء ربما للقارئ الغير متعمق الذي لا يريد التعمق في تاريخ أريتريا وفي تركيبته الاجتماعية يعني هذا الكتاب كافي إنه يعطيه نبذة مختصرة عن أريتريا بكل ما تحتويه من ما تحتويه الأرض وما تحتويه من شعب التركيبة الاجتماعية لأريتريا ففيه كل فيه تسلسل نعم. هذا الكتاب مع أنه يعتبر نقلة لأحمد عثمان أبو بكر كأول كتاب يصدر له وكان في بداية التسعينات هذا الكتاب بعد التحرير مباشرة من رجل وهب عمره كله للنضال نعم. مناضل يعني ما مش هو متخصص في التاريخ ولا باحث نعم. صحيح أنه أحمد عثمان أبو بكر هو تخرج من كلية التاريخ جامعة القاهرة لكن هذا لا يعني أنه هو متخصص في التاريخ لأنه لم يمارس الكتابة العلمية لكن كان تحول من النضال وممارسة العمل السياسي اليومي ومن معايشته أيضا نعم انتقال لمرحلة جديدة بس هذه المرحلة الجديدة أنه هذا الإنجاز يعتبر فريد نعم. من رجل مثل محمد عثمان أبو بكر نعم. لأنه يعتبر نقلة من مرحلة لمرحلة جديدة وفي نفس الوقت أتى بأشياء كثيرة يعني ربما بيكون هناك ملاحظات على الكتاب الدقة العلمية التوثيق الترجيع والأشياء هذه موجودة في الكتاب لكن مع هذا كله يعتبر هذا الكتاب نقلة نوعية حتى في كتابة التاريخ الأريتري يعني اللي يقرأ كتاب الراحل سبي يجد فيه صعوبة يعني من انتقال من موضوع لموضوع وأشياء من هذا القبيل لكن هذا الكتاب مكتوب بطريقة ممنهجة وبشكل موضوعي ومسلسل ومسلسل تاريخيا نعم. وبالتالي بيدي للقارئ انه فيه سهولة الانتقال نعم والانتقال من موضوع لموضوع آخر نعم. يعني لاحظت أيضا أن أستاذ التاريخ الحديث جامعة عين الشمس شهد الدكتور يونان لبيب رزق الذي أيضا قدم هذا الكتاب قال شارك في صناعة التاريخ له أن يقدم شهادته ولكن ليس له بالضرورة أن يعني يحتل مقعد المؤرخ وصف هذا الكتاب بأنه حيادي يتميز بالحس الوطني موضوعي لكل كتاباته وآرائه يعني يعتبر
مرجعا تاريخيا كما ذكرت، يتسم بالتحدي والإبحار في عمق التاريخ الإريتري، مع مزجه مع الدور النضالي ونضج التجربة ورؤيته السياسية. يعني كأنه يقول لنا أنه يؤكد على تأكيد فضل تأكيد الهوية العربية أيضا موجودة حسها في هذا الكتاب التاريخي. بالفعل هذا الكتاب يحتوي أشياء كثيرة. إذا في هناك من ملاحظات في الكتاب، فإنه بتكون مثلا إدخاله نظرته السياسية في نهاية الكتاب، في نظرته المستقبلية لإريتريا المفروض كيف تكون. هذه الأشياء يعني ككتاب تاريخي ممكن عنده تكون هي ملاحظات، يعني تضمين هذا الكتاب باعتباره كتاب تاريخي، انه تضمينه لنظره مستقبليه واشياء كثيره هو ضمنها في الكتاب في نهايه الكتاب. لكن هذا كله بيخلينا نرجع للشخصيه اللي كتبت هذا الكتاب. هو محمد عثمان ابو بكر مهموم بهذا الوطن كسياسي، وشارك كما ذكر في كثير من الاحداث التي مرت بها الثوره الاريتريه. وبالتالي هو ليس مؤرخ يتناول التسلسل التاريخي والبحث التاريخي والوصف، يعني يستخدم المنهج الوصفي كما هو في المناهج التاريخية، لكن هو ضمن الكتاب نظرته يعني هو هذا ممكن يأتينا في حتى في كتابه الأخير في قضية إريتريا، قضية الديمقراطية. فهذه الأشياء يعني هي اللي كان يعيشها وكان يحلم بها، فهي متضمنة للكتاب. ربما المؤرخ بيجد فيه بعض الملاحظات، لكن هذا بيخلينا أيضا نرجع للشخصية اللي كتبت الكتاب. فهي ليست شخصية علمية بحتة متخصصة في التاريخ بقدر ما هو يعني عنده الحس الوطني الدفعه أنه ينجز هذا الكتاب بهذا القدر. نعم، يعني روحه كانت في هذا الكتاب. نعم. طيب، الملاحظ أيضا من خلال كتبه المتواجدة والمتوفرة حاليا معنا على الطاولة، الأربع كتب تقريبا، في كل كتاب كان دائما يعطي إهداء إلى روح الشهداء الذين سقطوا من أجل أن تبقى إريتريا ووروا بدمائهم الزكية، خصوصا في تاريخ إريتريا المعاصر أرضا وشعبا. كتب بالتحديد، يعني أخذتني هذه الكلمات العاطفية التي نبعت من داخله، يعني من داخل هذا المناضل الرجل حقيقة رحمة الله عليه دكتور عثمان، إلى أرواح كل الشهداء الذين سقطوا من أجل أن تبقى إريتريا ووروا بدمائهم الزكية شجرة الحرية حتى نمت وأينعت وقطفها شعبنا في 24 من مايو 91، حرية واستقلال وسيادة وأمنا وسلاما. وعبرهم إلى كل المناضلين الذين صمدوا وناضلوا وحققوا الإنجاز تلو الإنجاز في ملحمة بطولية. يعني دائما كان يعني يهدي هذا الكتاب إلى الشعب، إلى الأرض، إلى المناضلين، إلى المجاهدين الذين شاركوا حتى قطفوا ثمار النصر أو الاستقلال سنة 91. للأسف هو لم يكن في النهاية أحد من قاطفي هذه أو الاستقلال، ثمار هذه الاستقلال في 91. أحمد عثمان أبو بكر يعتبر من نشأته. نعم. كل حياته هو مناضل. نعم. بمعنى أنه وهب حياته كلها لهذا الوطن، وبالتالي هو مرتبط أكثر. نعم. بالوطن وبالأرض من أي شيء آخر. ربما من القلائل الذين لما كثير من أصدقائه يقولوا أن يصفوه بأنه كان شخص تلقائي وحس الوطن عالي. نعم. جدا. نعم. وبالتالي نجد دائما مرتبط بالأرض. نعم. وبالوطن وبالإنسان. وفي حياته كلها يعني. نعم. حتى لم يعني في حياته صحيح أنه كثير من أصدقائه قالوا أنه كان جد مهتم بأسرة الصغيرة يعني. نعم. لكن في كل عمره
هو قداه في 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 النضال، نعم، وفي بناء الإنسان والأريتري، نعم. وبالتالي كله هو ونلمس أيضا في كتب محمد عثمان أبو بكر الوفاء، الوفاء للأرض والوطن، نعم. الوفاء لشهداء الثورة، نعم. الوفاء لأقرب أصدقائه، نعم. أو لأقرب المناضلين إليه، نعم. يعني نعم. كسبه كما يأتينا، نعم. في كتابه، نعم. يعني سبه. فقط يعني أضيف الملاحظ أيضا أنه كان نزيها عن السلطة، ليست لديه أي أطماع للسلطة نهائيا، دائما كما ذكرت وفاؤه كان أكثر للأرض وللإنسان الإريتري، وبالتالي وفاؤه لأقرب أصدقائه ولا للشعب الإريتري بشكل عام من خلال أعماله وتضحياته التي مرت عبر سيرته. في ملاحظة كما سنعود إليها دكتور عمر، شكر أيضا كان دائما خاص لكل أصدقاء كما ذكرت، وفاؤه له يخص الأصدقاء أيضا كان المقربين له، وأيضا في كتاب تاريخ إريتريا المعاصر أيضا لأبناء الخليج وأبناء الوطن العربي الذين احتك بهم خلال تجربته وخلال سفره وترحاله وخلال نشاطاته الأخرى، وكأنه يحثهم أيضا ويدعوهم إلى بناء إريتريا وبناء هذه الأرض دائما في كتبه. محمد عثمان أبو بكر، نعم. مثل المناضلين الحقيقيين الذين، نعم. ضحوا من أجل إريتريا، مرتبط يربط إريتريا بالوطن العربي، ويعتبر إريتريا هي امتداد لهذا الوطن الكبير، وبيعرف حقيقة ما قدمه أصدقائه، نعم. الذين ارتبط بهم من القاهرة إلى الخليج إلى التنقل في كل دول الخليج، نعم. فبيعرف حقيقة ما قدم من، نعم. من الوطن العربي للثورة الإريترية والاستقلال الإريترية، نعم. والتضحيات العربية الكبيرة يعني لتجاه الثورة الإريترية، نعم. وبالتالي هو لا يرى أنه هناك فوارق في بتفصل إريتريا عن الوطن العربي الكبير، سواء في كل القضايا، كما هو حتى مضمنة في كتابه إريتريا أرضا وشعب، تاريخ إريتريا أرضا وشعبا، في أمن البحر الأحمر، نعم. وبيرى أنه أمن البحر الأحمر هو من الأمن العربي، وأمن إريتريا من أمن، نعم. الوطن العربي الكبير، وهكذا يعني. فهو مرتبط دائما بالوطن العربي الكبير، لأنه بيعرف حقيقة الوطن العربي وما يمثله لإريتريا في ما قدمه العرب في للثورة الإريترية، نعم. له نظرة مستقبلية لإريتريا، أنه إريتريا لا يمكن فصلها عن الوطن العربي بأي حال من الأحوال، في أمنها وفي استقرارها وحتى في نماءها وازدهارها ورفاهية الشعب الإريتري، مرتبط بالتواصل مع هذا الوطن الكبير الذي لا يفصل عن إريتريا شيء سوى البحر الأحمر، يعني. نعم. طيب يعني قبل الانتقال للكتاب الآخر، يعني وضع ريع هذا الكتاب وخصصه لمساعدة أبناء الشهداء والجرحى والمعوقين من أبناء الشعب. محمد عثمان أبو بكر من المناضلين القلائل في الثورة الإريترية، نعم. أول الذين قدموا شيء ملموس للأجيال القادمة، نعم. ترك كما ذكرت بسمة للأجيال المقبلة، نعم. تجدها في كل في المكتبة. فهذا الجهد الكبير يعني من مناضل بقامة محمد عثمان أبو بكر بالفعل هو إضافة للأجيال القادمة، نعم. وليس لنفسه، وهذا الجهد له ثمن، نعم. وليس ثمن الكتاب فقط يعني، بل ثمنه هو بمعنى أنه قدم محمد عثمان أبو بكر ثمن الكتاب لأبناء الشهداء، لكن قدم لكل الأجيال القادمة من في إريتريا هذا
أثراً باقياً. نعم نعم. فهو هذا أيضاً بيرجع لارتباط حمد عثمان أبو بكر بالأرض وبالشهداء وبالوطن ووفاء لأسر الشهداء الذي أصدقائه الذين قدوا نحبهم. يعني في أقل من 5 دقائق قبل أن نأخذ الفاصل الثاني مشاهدي الكرام دكتور عمر أيضاً، يعني رغم تدرجه في مراحل تعليمية عديدة من حفظ القرآن الكريم إلى مشاركته وهو صغير السن بالمظاهرات، تنديد بالعدوان على مصر، يعني حبه لمصر ووفاؤه لمصر بالتحديد يعني وانطلاقته الحقيقية من مصر ودراسته من مصر وأيضا انتقالاته السياسية الأخرى، ريادته في انتخاب وفي أيضا يعني وقوفه على نشاطات عديدة كاتحاد الطلبة، كل هذه المراحل التي تمرحل بها إلى أن وصل وأصبح الشخصية المقربة جدا للمناضل صالح سابي، لم تجعله يطمع بالسلطة. وسوف نعود بعد الفاصل بشكل سريع دكتور عمر لو تسمح لي من بعد يعني المراحل التي تمرحل العديدة عبر تاريخه. أحمد عثمان أبو بكر بالفعل هو من صغير مثل كثيرين من أقرانه، هم ارتبطوا بالثورة لأنه أحداث الثورة كانت هي تدفع الشباب الأريتري في ذلك الوقت للانخراط للثورة، وبالتالي هو ارتبط بالثورة. لكن ارتباطه الأخير بمصر له شيء آخر. ارتبط بمصر لأنه درس فيها وتربى فيها وشارك في كل الأحداث التي كانت في الثورة الأريترية من خلال مصر، وبالتالي ارتبط بمصر ولم يأتي إلى بريطانيا إلا عندما ضاق به ضيق في مصر من قبل النظام الأريتري والنظام حسني مبارك وارتباطه يعني هذا جعله يأتي إلى بريطانيا أصلا، لكنه فضل مصر بعد ما عاد من أريتريا. استقر في مصر وتنقل بينه وبين السودان كمناضل، لكن ارتباطه بمصر كان يحب مصر وعاش فيها وكل ارتباطه بها، بس حرم منها بسبب نفس النوعية النظام حسني مبارك وارتباطه بأريتريا وضيق في مصر وأتى إلى بريطانيا. قضية السلطة لم تكن هاجسه بالنسبة لأحمد عثمان أبو بكر. لو يأخذ هاجس السلطة كان بإمكانه يجلس في أريتريا ويمد يده لسياسة أفورقي ويفعل ما يأمره به ويكون ضمن حاشية أفورقي. هذا في بعد الاستقلال عاد إلى أريتريا يعني مثله مثل أي مناضل آخر. مناضل آخر وأيضا يحمل في رؤية الأمل للأجيال القادمة وللوطن، ولكن لم يعني قوبل بطريقة غير جيدة وعمل بطريقة عادية جدا وهمش للأسف. هو أحمد عثمان أبو بكر النظام كان محتاج لأحمد عثمان أبو بكر في ذلك الوقت. في سنوات 94 وبداية التسعينات لما كان يتمتع به من علاقات قوية بالوطن العربي. لكن أحمد عثمان أبو بكر كان بيحمل هم الوطن وتحوله من منظومة تنظيم معين إلى منظومة دولة بتحتوي كل أبنائها، وبالتالي نجد الكثير في كتاباته وطن يسعى الجميع، هذه بالنسبة له كان كله همه يعني. وبالتالي أنه لم تستطيع الجبهة الشعبية استيعاب محمد عثمان أبو بكر وما يحمله من أفكار بناءة للنهوض والنهوض بهذا الوطن. وبالتالي ضيق من أول ما جاءوا كثير من الدوائر قالت إن هو كان من ضمن الأشخاص الذين قرر أنه يعتقل، وبالتالي هو كشف هذا الشيء وخرج سريعا رغم أنه قابل الرئيس وجلس معه، وبالتالي أنه هو بيعرف هم يعرفون قيمة محمد عثمان أبو بكر وحوجتهم له في ذلك الوقت. لكن هناك في تصادم في المشاريع. هناك في مشروع إقصائي إحادي مركز نازل من الرئيس
رخيص ولا يعطي لأحد مكانه. وهناك في مشروع لوطن كبير يسع كل مكونات الشعب الأريتري، وبالتالي استضام هذه المشاريع جعلت محمد عثمان أبو بكر إنه غير مرحب به في أريتريا في ظل الجبهة الشعبية، أصيب بالخيبة وعاد إلى أريتريا. دكتور عمر، سوف نعود إلى سيرة المناظر الكبير الفقيد رحمة الله عليه دكتور محمد عثمان أبو بكر. مشاهدي الكرام، كونوا معنا بعد الفاصل نصف الساعة الثانية من ملفات أريتريا، وسنرحب بكل مشاركاتكم ومداخلاتكم، كونوا معنا. حياكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. ملفات أريتريا، ملف اليوم دكتور محمد عثمان أبو بكر، من ثورة السلاح إلى ثورة القلم رحمة الله على فقيدنا. تحدثنا عن سيرته في خلال نصف الساعة الأولى مع دكتور عمر زرقاي. نحييك دكتور عمر. بشكل سريع تحدثنا عن نضاله وسيرته وكتبه، يعني هناك العديد من المراجع والكتب التي ألفها دكتور محمد عثمان، ورغم ذلك هو لم يتوقف عن التوثيق والكتابة، وخصوصا كتابة التاريخ ورصد لكل الأحداث التي حدثت خلال فترة ما يعني بداية الاستعمار إلى نهاية الاستقلال أو بداية الاستقلال. لملاحظ أيضا أنه واصل دراسته في الماجستير وحصل على الدكتوراه، وما زال الكثير هناك من البحوث والدراسات والتأليف تستحق الوقوف عندها. بالفعل محمد عثمان أبو بكر بعد التحرير يقول أصدقائه أنه كان يحلم بشيئين. نعم. في أريتريا الجديدة. نعم. جانب سياسي، أنه تعددية سياسية بيكون في أحزاب سياسية. نعم. الجانب الآخر البحوث والدراسات والتوثيق لأريتريا. نعم. وهذا ما تمارح فيه في كتبه أحمد عثمان أبو بكر، حاول يعالج فيها جوانب متعددة. نعم. فكتابه الأول مثلا تاريخ أريتريا أرضا وشعبا، هو تاريخي يوثق عن أريتريا بأرضها وتركيبتها الاجتماعية. وبعده كتابه مثلا ارتبط أحمد عثمان أبو بكر بالحركة الطلابية من هو صغير. نعم. وواصل فيها. هذا خلاه أنه يوثق للحركة الطلابية وما قامت به من دور فعال. نعم. في الدورة الأريترية، يعني كتاب صغير لكن كتاب مميز يحوي على العديد من المعلومات عن الحركة الطلابية. نعم. ودور الفعال في الثورة الأريترية. فالطالب الأريتري كان هو من مؤسسي الثورة. نعم. فأول اجتماع للثورة لتأسيس الثورة الأريترية حضره إبراهيم إدريس محمد آدم. نعم. وإبراهيم سلطان، وكان من بينهم إدريس قلايدوس، هو كان طالب في. نعم. في جامعة القاهرة آنذاك. فالثورة الأريترية في الأصل ارتبطت بالطالب. نعم. وبالتالي أحمد عثمان أبو بكر اهتم بهذا بالتوثيق للحركة الطلابية التي كان فيها واحد من قياداتها وتدرج في السلم القيادي للحركة الطلابية الأريترية، وبالتالي وثق للحركة الطلابية الأريترية ودورها. وأيضا هو يعمل شيء يوثق للشيء ثم يحاول يقدم رؤيته لما بعد. نعم. فهو وثق للحركة الطلابية الأريترية وتجربتها ودورها في إبان. نعم. الثورة. نعم. ثم انتقل في نهاية الكتاب. نعم. إلى نظرته أو رؤيته ماذا يمكن أن تقدم الحركة الطلابية الأريترية في الأجيال القادمة. يعني على فكرة الحركة الطلابية الأريترية يعني كتاب أيضا جدا شيق، لأنه يرصد بتفاصيل دقيقة. نعم. حركة الطلاب، يعني إبان الثورة ودور الطلاب في الثورة، وفي كل مرة يعني مرتبط اسم الطالب أو الطالبة الأريترية بالثورة. مرتبطين بعضهم ببعض. نعم. الكتاب هذا موجود هذا معك أيضا. بالفعل الكتاب
صغير يعني مقارنة بكتبه الاثنين. أنا أعتبره الاثنين. كبير حقيقة نعم يعني. كتاب أريتريا وأرضا وشعبا وكتاب سبة يعتبر صغير، لكن فيه كتاب شيق وفي نفس الوقت فيه تمرحل أو توثيق للحركة الطلابية يوم باليوم. نعم، وبها صور أيضا العديد من وفي الأخير ضمنوا وفي الأخير ضمنوا نظرته وما يمكن أن يقوم به الطالب الأريتري في بناء أريتريا الحديثة. نعم شيء جميل. طيب دكتور عمر، يعني اسمح لنا سوف نأخذ أحد رفقاء دكتور عثمان، يعني دربه دكتور محمد عثمان أبو بكر من السويد، الأستاذ إبراهيم قدم. مرحبا أستاذ إبراهيم، عفوا قدم. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا بك، سعداء بسماع صوتك أستاذ إبراهيم. أنت أحد رفقاء المناضل دكتور محمد عثمان أبو بكر رحمة الله عليه، حدثنا عن هذه الشخصية. السلام عليكم. شكرا على هذا التقديم أو الكلام الجيد اللي كان بيقوله الأخ عمر يعني عن المرحوم الدكتور محمد عثمان أبو بكر. يعني الحقيقة أنا ممكن ما أكون من رفاقه بالوصول للقاهرة باعتبار أنه هم كانوا اللي سبقونا في القاهرة، نحن وصلنا سنة 65 وبالنسبة لنا كان يعتبروا القدوة يعني. نعم. اللي الناس على يدهم واصلت في المسيرة نفسها، لكن بعدين مع في اللجنة الفرعية لجبهة التحرير الأريترية وفي لجنة فرع اتحاد طلبة أريتريا في القاهرة اللي مشهور ب 23 شارع شريف، فعلا بقينا في لجنة واحدة ومن ثم نادلنا من أجل أن يكون في هناك تجمع طلابي، لأنه في الوقت ذاك كان في الطلبة طبعا في سوريا وفي العراق والقاهرة، لكن محاولتنا كانت أنه لازم يكون في اتحاد طلبة أريتريين يجمع الكل، ولذلك تمت الاتصالات. وأنا بقول الأخ محمد عثمان أبو بكر كان عنده الدور الأكبر في هذه المسألة، لأنه واحدة من الأشياء اللي يتميز بها المرحوم محمد عثمان هي أنه هو مقتحم، يعني يقتحم الشعاب، يقتحم الأبواب المقفلة يعني في الوقت اللي يمكن كلنا كنا بنعمل مع بعض، لكن هو يمكن كان رأس الحربة في هذه المسائل يعني. ولذلك اتصالاتنا تمت بكل الفروع واللي موجودين في أوروبا وقتها، يمكن في طلبة الأريتريين في أوروبا كانوا في إيطاليا وفي بولندا وفي في المجر والموجود في الشرق الأوسط، وتم لقاء تمهيدي في القاهرة ومن ثم بعدين لقاء أو مؤتمر تأسيسي في سنة نهاية 68 يمكن 28 أو 29 ديسمبر 68، وخلصنا في يوم 3 من 69 يعني. ف محمد عثمان أبو بكر لو الواحد حيتكلم عنه أولا لازم يتكلم عن المدرسة اللي أنتجت عثمان محمد عثمان أبو بكر، واللي هي مدرسة صالح كيكيا باشا في حرقيقو، باعتبار أنه خريجي هذه المدرسة وبقدوتهم الأساسية المرحوم المنادل عثمان صالح سبي مهدت الطريق لهؤلاء، عشان باعتبار أن عثمان كان وقتها في من القيادات الأساسية في جبهة التحرير الأريترية، ولذلك ممكن نقدر نقول أنه بدأت الأجيال اللي فيها كتار من المنادلين اللي سقط فيها في الساحة الأريترية واللي موجودين منهم يعني، واللي هم الأخ عمر والأخ رمضان محمد نور وغيرهم، ويمكن عثمان أبو بكر من نفس هذه الشلة اللي وصلت القاهرة في جزء مشى يعني للتدريب العسكري ونزل الساحة الأريترية.
نعم. وفي جزء واسع النضال وفي الجانب السياسي واللي منهم نعم. الأخ محمد عثمان أبو بكر والأخ إبراهيم منتاي ربنا يديه الصحة وكتار من من خريجي هذه المدرسة يعني. أستاذ إبراهيم يعني يا ليت تعطينا أيضا فكرة عن تجربته بعد التحرير. يعني هنا يمكن أنا ما أقدر أقول كثير في هذه نعم. المسألة لأنه يمكن نحن زي ما ذكرت في البدايات كنا فعلا في إطار جبهة التحرير الإريترية وفي إطار الاتحاد العام لطلبة إريتريا وبعد كده لكن من سنة 70 طبعا الطرق اختلفت وزي ما يقولوا تقاطعت طرقنا يعني نعم. من واصل مع جبهة التحرير الإريترية ومن أسس لقوات التحرير الشعبية يعني نعم. وكل ما بعرفه أن الأخ محمد عثمان أبو بكر في هذه المرحلة حتى لو مع خلافات ما كانت الجانب الاجتماعي والجانب الأخوي والجانب بتاعت أنه نحن كنا في مكان واحد هو قاهرة عبد الناصر هذا ما دع يعني لكن اللي أقدر أقوله في هذه المجال الأخ محمد عثمان نعم. من الناس اللي حاولوا يدخلوا إريتريا ودخلوا إريتريا فعلا وكان في عندهم الأمل في أن هذا البلد بعد التحرير حيفتح صفحة جديدة ويكون نعم. وطن يسع كل أبنائه لكن لما شعر أنه هو ذات هذه المسألة من الصعب مع وجود الدكتاتور ووجود هذه الطغمة اللي موجودة في السلطة بالتأكيد. فرجع ونادل مع كل الأخوة الشرفاء اللي ما زالوا ينادلوا من أجل إريتريا الديمقراطية نعم. إريتريا للكل يعني طيب يعني بشكل سريع قبل الختام دكتور أستاذ إبراهيم قدم يعني مشكورا على يعني شهادتكم الدكتور محمد عثمان أبو بكر يعني هل تذكر موقف إنساني حدث خلال هذه الفترة بدايات الطلبة والاتحاد الطلابي في القاهرة والله يعني يمكن هذه المسائل زي ما قلت أنا في الوقت ذاك نحن يمكن كنا طلاب جدد لكن تزل النضالات هؤلاء الأخوة هي اللي يمكن الأخذ بيد الناس اللي كانوا جدد نحن لما جينا سنة 65 كنا يمكن حوالي 40 طالب تقريبا في دفعة واحدة لكن هؤلاء الناس كانوا فعلا اللي رحبوا بينا وفتحوا المجال أمامنا ونقدر نقول تتلمذنا على يد هؤلاء الأبطال اللي نعم. كانوا موجودين من اتحاد الطلبة الإريتريين اللي عثمان محمد عثمان أبو بكر واحد منهم هو ويمكن من الأمثلة الكبيرة اللي ممكن يذكر من شارع شريف اللي بالوقت سمعت أن أنا حتى التأبين بتاع أحمد عثمان في شارع شريف منع من الاسمية في الوقت اللي المفروض يخجل من نفسهم لأن هذا الشخص هو من اللي فتح هذا المقر يعني للأسف طيب أستاذ إبراهيم قدم يعني شكرا لشهادتك إدلاء بهذه الشهادة الجميلة بحق الدكتور محمد عثمان أبو بكر رحمة الله عليه ويعطيك العافية والصحة إن شاء الله أنتم وكل المناضلين شكرا لإلقائك يعني وجودك عبر الاتصال لبرنامج ملفات إريتريا إن شاء الله نلتقي بك في الأيام القادمة شكرا لك طيب عودة دكتور عمر مرة أخرى إلى ضيف آخر لا أدري إذا كان هو معنا طيب يعني شهادة الأستاذ إبراهيم قدم وهو يعني كان أحد الطلاب الذين دخلوا القاهرة وقوبلوا بحفاوة وترحيب من قبل الذين كانوا قبلهم الدكتور محمد عثمان الذي كان دائما هو ممثل دائما في كل المحافل ودائما كان ممثل أيضا لاتحاد الطلبة في ذاك الوقت وتمهيد الطرق والسبل لكل الطلاب الإريتريين بالفعل أحمد عثمان أبو بكر كطالب في اتحاد شريف يعني اتحاد نعم. شريف هذا هو اتحاد الطلاب الإريتريين في مصر نعم يعرف باتحاد شريف لأنه موجود في شارع اسمه شارع شريف نعم هذا الاتحاد بالفعل محمد عثمان أبو بكر واحد من مؤسسينه
ومن الذين فتحوا هذا الدار للطلاب كدار الاتحاد للطلاب الإريتريين. وما لفت انتباهي أيضا ما لفت انتباهه كان لفت انتباهي قبل يومين منع أنه طلاب الإريتريين في القاهرة أنه يتقبلوا التعازف في محمد عثمان أبو بكر من النظام في القاهرة. وهو الذي أسس هذا الاتحاد وهو الذي فتح هذه الدار. واليوم يمنع أنه الطالب الإريتري يتقبل التعازف في واحد من الشخصيات المناضلة للأسف هذه إحدى إسقاطات النظام يعني الذي تكشف الوجه الأخر. فأحمد عثمان أبو بكر بالفعل كان فترة وجوده في اتحاد الطلاب الإريتريين في القاهرة كما يوثق يعني كان له دور كبير وكان من النشطين جدا. وأيضا تولى قيادة الاتحاد في فترة من فتراته. وكثير من أصدقائه يذكروا أنه هو كان حتى كما ذكر الأستاذ إبراهيم قدم كان يرتفع كان يترفع عن كل الخلافات التي كانت في الثورة الأريترية وأشياء كثيرة يعني كان يرى الإطار الواسع للوطن الكبير أريتريا بعيدا عن خلافاته الفكرية والإيديولوجية مع الآخرين سواء في فترة الخلافات وما بعدها التوحد. هذا ما ذكره الكثير من أصدقائه عن تلك الفترة. حب نوحد الكلمة والطلاب ووضعهم تحت الاتحاد العام لطلبة إريتريا. طيب معنا الآن أيضا الأستاذ نجاش عثمان عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ عثمان نجاش. أهلا تحياتي الأخت ريم وتحية لضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك، يسعدنا وجودك معنا في ملف اليوم الخاص بالفقيد دكتور محمد عثمان الذي يعني حقيقة يعني ثري جدا بكثير من المعلومات وتمرحل حياته التاريخي والنضالي. يعني أستاذ نجاش حابين نعرف حقيقة كيف تصف الدكتور كمناضل من أجل التحول الديمقراطي؟ أولا طبعا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إن شاء الله العظيم. نحن الساحة الإريترية والشعب الإريتري فقد أحد مناضليه الذين أفنوا عمرهم من أجل إريتريا. هذا الرجل يعني كما ذكروا ضيوفك الكرام كان من يعني من النشيطين منذ فترة يعني مبكرة في حياته الاتحاد العام لطلبة إريتريا وفي تنظيمات الساحة الإريترية. ولكن للأسف كل يوم قاعدين نفقد مناضل من المناضلين قبل أن يعني يحرموا من أن يدفنوا في على أرضهم ويكرموا كمناضلين من أجل هذا الوطن. والشيء الثاني طبعا كان من الموثقين لتاريخ الثورة الإريترية وتاريخ الشعب الإريتري وأيضا كان له إسهامات بارزة في هذا الجانب. لذلك رحم الله الفقيد نظير ما قدم لشعبه ووطنه. دكتور نجاش عثمان شكرا لك على هذه الإضافة الجميلة وتمنى لك الصحة والعافية وطبعا عودة مرة أخرى دكتور عمر يعني الحديث عن هذه الشخصية الفريدة دكتور محمد عثمان أبو بكر تحتاج إلى حلقات حقيقة وملفات عديدة لأن كتبه يعني لم نتحدث عنها كثيرا وعن ما تحمله في داخل هذه الكتب ولكن يعني أهم أيضا المراحل التي وقف عندها دكتور محمد عثمان هي أنه كان ممثلا شخصيا للمناضل صالح سابي وفي نفس الوقت هناك كتاب خاص عن هذه الشخصية المناضلة. لماذا هذه الشخصية المناضلة؟ لماذا هذا الالتصاق أو التقرب أو القرب إلى هذه الشخصية المناضلة صالح سابي؟ عثمان صالح سبي والثورة الإريترية كتاب
ربما وثق فيه محمد عثمان أبو بكر نعم. عن هذه الشخصية نعم. وكما كنا نذكر أنه دائما أحمد عثمان أبو بكر فيه لمسة وفاء نعم. لكل للأرض والوطن وللإنسان وهذا الكتاب يعتبر لمسة وفاء نعم. منه للمناضل عثمان صالح سبة نعم. ربما في أشياء كثيرة تربطهم أول نعم. عثمان أبو بكر وعثمان سبة هو من كما ذكر أستاذ إبراهيم سبة كان مدير المدرسة التي تخرج منها محمد نعم. عثمان أبو بكر في حرقيقو نعم. نعم. قبل التحاقه بالثورة الأريترية نعم. وله البعض الكبير في أنه له لمسة نعم. على كل طالب أريتري عثمان صالح سبة نعم. وبالتالي شخصية كانت متميزة ليست شخصية يعني تعيش هم الثورة يوم باليوم مع أنه هو يعتبر سفير أريتريا الأول وهو الذي يرجع له الفضل في التعريف بقضية أريتريا نعم. وأخذها من الإطار الضيق للثورة الأريترية إلى كل العالم نعم. هو الذي أوصلها لكل المنابر نعم. كان شخصية متميزة جدا وأيضا هناك ما يربط بينهم هو الكتابة نعم. فعثمان صالح سبة من القلائل الذين تركوا شيء ملموس كأحمد عثمان أبو بكر نعم. في المكتبة الأريترية له العديد من الكتب نعم. وتقريبا كل أغلب الكتب التي طبعت في عهد الثورة الأريترية نعم. هي يرجع فيها الفضل لعثمان سبة نعم. وفي نفس الوقت عمل معه عن قرب نعم. مع محمد عثمان أبو بكر عمل عن قرب مع نعم. عثمان كان مسؤول العلاقات نعم. وكان هو أيضا في قوات التحرير الشعبية نعم. نعم هذا جعله أنه يرتبط بهذه الشخصية ووفاء لهذه الشخصية وثق بهذا الكتاب بهذا الحجم نعم حجم كبير جدا نعم يعني وفيه الكثير فيه كثير من الأشياء الشخصية لعثمان نعم. صالح تناول سبي. يعني شخصية نعم. بحد ذاته نعم. نعم وحتى تأبين وأشياء كثيرة يعني نعم. مضمنة في هذا الكتاب نعم. وفيها كمان كثير من ارتباطهم ارتباط محمد نعم. عثمان أبو بكر نعم. وعثمان صالح سبي والكثير عن 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 أصدقاء وكانت هناك أيضا ثقة متبادلة ثقة عميقة جدا نعم هذا ما يعني إذا في شيء في هذا المقام ممكن أن يقال في هذا الكتاب هو إنه وفاء محمد عثمان أبو بكر للزعيم عثمان صالح السبة كان في هذا الكتاب وبهذا الحجم طيب بشكل سريع قبل الختام ملف اليوم دكتور عمر أيضا هناك كتاب عن الديمقراطية والتعددية السياسية في إريتريا وهي كانت دراسة في حالة من قلب الواقع الشمولي في أفريقيا والقرن الأفريقي هذا الكتاب ربما يعتبر والجميل أنه أهدي هذا الكتاب أيضا للمناضل صالح عثمان سبي نعم, نعم. وأخذ مقتطفات من كلام من كلام سبي في الديمقراطية نعم. وأنه هو كيف كان يحلم بوطن ديمقراطي وتمارس فيه التعدديات يعني قال بالتحديد أنه نعم. أنا ديمقراطي وليبرالي أؤمن بضرورة تعدد الآراء والأحزاب لصالح التطور الطبيعي للمجتمع نعم هذا هم سبة كان نعم. وبالتالي أحمد عثمان أبو بكر من نفس المدرسة نعم. نعم. فيذكر في هذا المقام يعني نعم. أنه الليبرالي نعم. في نهاية التسعينات أنا نعم. كنت في اتحاد الشبيبة طلبت من الأخ بشير نعم. درشنور هو كان رئيس نعم. فرع إقليم عنسبة أه. في ف
فطلبت منه كرئيس فرع أنه هذا الكتاب يتضمن جوائز الطلاب الفائزين. نعم. فقال لي أنه هذه الشخصية ليبرالية. نعم. ولا يمكن أن نهدي كتبه أن تضاف كتبه لجوائز الطلاب يعني هذا. لكن إذا انتقلنا إلى هذا الكتاب. نعم. هو هذا النقلة الثانية. نعم. أول هم الثاني لحمد. نعم. عثمان أبو بكر من عملية توثيق للتنظير. نعم. فهذه الكتب ممكن كلها لها طابع تاريخي. نعم. كتابه الأول رشي أردن وشاع. نعم. بشكل سريع قبل الختام. نعم. فهو كان انتقال. نعم. انتقال من التوثيق للتنظير. نعم. لمستقبل. نعم. أريتريا. نعم. وكيف يمكن أن تحكم. نعم. هذا كل ما يمكن إجماله في هذا الكتاب. محمد عثمان أبو بكر من ثورة السلاح إلى ثورة القلم بشكل سريع قام على توطيد إقامة علاقات مع رؤساء العالم وجهد إعلامي في إيصال رسائل الجبهة، إيجاد منح للطلاب في مجالات مختلفة، تمكن من تأمين دعم كبير للثورة، تمثل قوات التحرير الشعبي في دول الخليج، أيضا كان مسؤول العلاقات وبناء جسور تواصل مع أحزاب وجمعيات وشخصيات نافذة في العالم. هذه الشخصية التي افتقدناها رحمة الله عليه دكتور محمد عثمان أبو بكر من ثورة السلاح إلى ثورة القلم. مشاهدينا الكرام، نشكر ضيفنا لهذا اليوم، وصلنا لنهاية ملف اليوم دكتور عمر زرقاي، وضيوفنا السيد إبراهيم قدم من السويد وأيضا نقاش عثمان، على إدلائهم بشهاداتهم وإضافاتهم الجميلة على الفقيد رحمة الله عليه دكتور محمد عثمان أبو بكر. إلى أن نلتقي مشاهدينا الكرام في ملف جديد الأسبوع القادم في ملفات إريتريا من يوم من فريق العمل، أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.